في بلدات البقاع اللبناني تنبسط حقول الحشيش الواسعة رغم أن زراعتها لم تكن يوماً شرعية. ينتظر المزارعون هنا قرار تشريع هذه النبتة بفارغ الصبر بعد تقديم مسودة مشروع للبرلمان بجدية وموافقة جميع الأطراف عليه. حالة من التفاؤل يعيشها هؤلاء واصفين القرار بإنصاف جاء متأخراً لهم. في مردود سنوي صار مأمن الواحد أنه عنده مردود سنوي، تأخذ الدولة وبتعطيه مصريات. مطلب تشريع الحشيش المتكرر منذ سنوات يحظى اليوم بقبول وترحيب واسع من قبل جهات مختلفة، ويعتبر النائب أنطوان حبشي الذي صاغ مشروع القرار بأن تشريع نبتة الحشيش لأغراض طبية يأتي ضمن محاولات تعزيز اقتصاد لبنان. نحن اللي عم نطلقه بهيدا القانون زراعة طبية بديلة بذات الوقت طريقة واقعية وعندها جدوى اقتصادية بمكافحة المخدرات ومساعدة المدمنين. يرى كثيرون أن استخدام نبتة الحشيش في الطب والاستشفاء سيعود بفوائد اقتصادية يجب استغلالها، خاصة أن الأراضي اللبنانية تنتج أفضل أنواع الحشيش في العالم من حيث النوعية، فيما يتخوف آخرون من عواقب حصر المنافع بفئة نافذة ومن عدم القدرة على فرض الضوابط اللازمة لحصر وتأطير هذا التشريع بالغايات الطبية. حنين الشولي، العربية.